السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم مميز في منطقة كوناكلر، بناية في حي كوناكلر. البناية عبارة عن 6 طوابق وبنايتين في هذا المجمع. الدوبلكس اللي بنصوره 5 غرف وصالتين مع الملحقات، البلكونات ودورة المياه، بالإضافة إلى أنه مساحتها 250 متر مربع الطابقين. خدمات المجمع: عندنا مواقف للسيارات، عندنا بوابة إلكترونية، كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى السيكيورتي والأمان. موقع المشروع يقع في حي كوناكلر شارع العرب، ويسمى شارع المطاعم أيضا. المسافة بين الموقع ومطار طرابزون بالسيارة 3 دقائق، بين الموقع ومول الفرم 5 دقائق، بين الموقع والميدان 7 دقائق. يعني يعتبر منطقة مرموقة وحيوية جدا. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الدوبلكس وطالتها المميزة. تفضلوا معنا. وصلنا الدور السادس، الدوبلكس. الدوبلكس عبارة عن شقتين فوق بعض مفصولين عن بعض، تحت 3 غرف وصالة. أشرح لكم الدور هذا ثم نطلع الدور اللي فوق وأشرح لكم إيش اللي موجود فوق. مدخل الشقة، الدور الأول من هنا زي ما تشايفين يسارا، عند دواليب خاصة بالأحذية والعباءات جاهزة مركبة في مكانها بشكل جميل. ويمينا عندنا هنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي. لو تبغوها بكذا او تبغوا تحولوها شيء خاص فيكم، تبغوا تحولوها للكلوزيت. يمينا نتوجه الى المطبخ. كمساحة المطبخ ممتازة، ما هي صغيرة، متوسطة الحجم، دواليبها راكبة وجاهزة. ما ننسى انه المنطقة واصل فيها الغاز الطبيعي، لو تلاحظوا تمديدات الغاز واصلة للشقة. دواليب راكبة وجاهزة، نظيفة وجديدة تعتبر. أرضيات باركيه، عندنا ورق وجدران كمان مركبينها في المطبخ. ديكورات سقفية جميلة أيضا في المطبخ، وفي بلكونة خاصة بالمطبخ مزودة بالزجاج الشرائح، وإطلالتها على البحر أيضا. إطلالة جميلة، إطلالة جزئية ما هي مباشرة. مسوين حاجة جميلة أيضا، مسوين دولاب خاص بالغسيل، مكان لغسالة الملابس، وأرفف عشان الملابس. نكمل مع بعض تفاصيل باقي الشقة. بجوار المطبخ عندنا الغرفة الأولى. مساحة الغرف جيدة، أقدر أقول 3 × 4.5 تقريبا، مساحة ممتازة كمساحة الغرف، وإطلالة أيضا إطلالة جزئية على البحر، وديكورات سقفية جميلة موجودة في الصالات وفي كل الغرف أيضا. حتى الممرات لها سبوت لايتات وإنارات ليد. نتوجه إلى الصالة. أنا الآن متواجد في الصالة، مساحتها ممتازة جدا، 30 متر مربع، أقدر أقول 5 × 6. لها واجهتين، واجهة على الطبيعة، واجهة عندنا للبلكونة، مخرج البلكونة، وعندنا هنا منطقة مسوينا ديكور جميل، ديكور حجري، مكان خاص بالتلفزيون. وحتى الإنارات الليد والديكورات السقفية مزودة بهذه الشقة وفي الصالات. يعني صاحب الشقة مهتم بالديكورات والتفاصيل الجميلة. البلكونة هذه خاصة بالصالة، مساحتها ممتازة، 2 متر في تقريبا 4 أمتار أو 3 أمتار. مساحتها ممتازة جدا ومزودة بالزجاج الشرائح، وإطلالتها الرائعة على البحر. نسيت أقول لكم أن الموقع الدوبلكس في منطقة كوناكلر. منطقة كوناكلر منطقة حيوية جدا، اللي هو شارع يسموها شارع المطاعم، مقابل المطار بالضبط. نطلع من الصالة
نشوف تفاصيل باقي الشقة، حتى التدفئة المركزية كلها عن طريق الغاز الطبيعي، زي ما قلت لكم انه واصل الغاز في المنطقة. نتوجه نشوف الغرفتين الباقية. نجي هنا على الغرفة رقم 2، مساحتها شوي اصغر من الغرفة اللي قبلها، 3 × 3.5 تقريبا مساحتها، بس نقدر نحط فيها سرير فردي مع دولابه. بجوار الغرفة هذه عندنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة. مساحة دورة المياه هذه مساحتها جيدة، فيها المروش والكلوزيت مع المغسلة، وعندنا السيراميك اللي حاطينه في دورة المياه نوعية جيدة. نيجي أخيرا غرفة الماستر. إطلالة غرفة الماستر على الطبيعة من الخلف، وعندنا بلكونة صغيرة إطلالتها على البحر، مكان خاص بالسرير مزودين بورق جدران، ديكورات سقفية جميلة. نجي نشوف بلكونة غرفة النوم، إطلالتها رائعة. بلكونة غرفة النوم إطلالة على البحر، وعندنا إطلالة طبيعة. حاليا احنا فين؟ في الدور الأول للدوبلكس. إطلالة الدور الثاني أكيد تكون أحلى. كذا أعطيتكم تفاصيل الدور هذا، 3 غرف وصالة ومطبخ ودورتين مياه. نطلع مع بعض نشوف تفاصيل الدور الثاني وش اللي موجود فيه. وصلنا الدور الثاني يا جماعة الخير. الدور هذا موجود فيه غرفتين والصالة الصغيرة هذه. إجمالي مساحة الدور اللي تحت مع الدور اللي فوق تقريبا 250، يعني أسفل 150 وهنا 100 متر مربع. عندنا الصالة الصغيرة هذه، وفي بلكونة حاطين فيها مطبخ، مطبخ صغير يخدم الدور هذا، يعتبر كمغسلة نقدر نحط فيه أدوات المطبخ لو نحتاجه، مع أنه فيه المطبخ الرئيسي تحت. وفي هنا عندنا يمين ويسار مخزن حاطين فيه دواليب مرتبينها. طيب نتوجه نشوف الغرفتين اللي موجودة في هذا الدور. عندنا هنا يميننا الغرفة الأولى، الغرفة هذه صغيرة حاطين فيها سرير فردي مع دولاب، ولها بلكونة صغيرة. البلكونة هذه إطلالتها على البحر، جميلة الإطلالة. بجوار الغرفة هذه عندنا دورة المياه، الدورة هذه تخدم الدور الثاني، مروش وكلوزيت مع المغسلة تبعها. وعندنا هنا الغرفة الثانية، الغرفة الثانية هذه حاطينها فاضية، وحاطين هنا مثلا غرفة يعني مثلا الأولاد مع دواليبها. نقدر نغير الغرفة هذه نخليها غرفة نوم رئيسية مثلا. لها بلكونة ممتازة، مساحتها 2 × 2.5 متر، إطلالتها على الطبيعة زي ما تشايفين، إطلالة رائعة جدا على المزارع وعلى الطبيعة. كذا أعطيتكم تفاصيل عن الدوبلكس، مساحتها 250 متر مربع في منطقة كوناكلر شارع المطاعم. أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.